انفجار غامض دمر أحدى المواقع السرية والخاصة التابعة للفصائل المسلحة المقربة من إيران يوم أمس، وبالقرب من الحدود العراقية، ليست بالبعيدة أبدا من الحدود العراقية. والانفجار بشكل عام جاء بهذا الشكل المفاجئ. طبعا هنالك قتلى، هنالك جرحى، هنالك خسائر بين المدنيين كذلك، ولكن الانفجار كان غير طبيعيا أبدا في هذه المنطقة التي درونها، ولاحظ الأضرار الكبيرة التي جاءت من هذا الموقع والذي كانت عملية انفجاره فيها الكثير من المفاجآت. طبعا وكالة الأنباء السورية قالت ببساطة بأن الانفجار كان عبارة عن لغم أرضي أو عبوة ناسفة من مخلفات العناصر الإرهابية أو إرهابي تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، هي من المخلفات وانفجرت وانتهى الموضوع. ولكن المصادر الأخرى اختلفت تماما مع التفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء السورية، فالأسوشيتد بريس على سبيل المثال أو المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكالة دير الزور 24 تحدثوا عن تفاصيل مختلفة وقالوا لا بالعكس الأمر مختلف، هذا ليس لغما أرضيا أو عبوة ناسفة. وأكدت طبعا هذه التفاصيل، مثلا المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن كانت هنالك طائرة مسيرة أساسا فوق دير الزور عندما استهدفت هذا المبنى تحديدا الذي وصفته طبعا بالمستودع، وبأن من بين القتلى والجرحى، طبعا هم كانوا عبارة عن 22 شخصا هم الذين قتلوا وجرحوا، ثلاثة منهم هم من جنسيات غير سورية، في إشارة أيضا من المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنهم من الأفغان. وعندما تتحدث عن الأفغان أنت تشير ببساطة إلى لواء فاطميون التابع لإيران والذي لديه طبعا نفوذا واضحا في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك بأنه أكدت هذه التفاصيل أن الضربة التي جاءت على هذا المستودع فهي كانت تستهدف مستودعا خاصا في عملية تجميع القطع الخاصة بالصواريخ التي هي تعتبر قصيرة المدى. وإحدى الأهداف أيضا التي كانت حاضرة هي إحدى الشاحنات التي من المفترض أن تنقل المواد الغذائية، وفجأة طبعا تعرضت أيضا لانفجار مع هذا المستودع. وبالتالي هنا السؤال، ما أين هذا الموقع وكيف جاءت هذه الأمور؟ وجغرافيا بحسب هذه التفاصيل عندما ترى فإن الجميع كانوا الموجودين في دير الزور حتى من ضباط من قوات الأمن كانوا يعتقدون بأن هذا الموقع هو عبارة عن موقع ترسل منه جغرافيا بهذا الشكل من العراق إلى الداخل السوري أن تصل المساعدات للناس والمواطنين المتضررين طبعا من الزلازل التي شهدناها في تركيا وجاءت آثارها كبيرة على سوريا. ولكن هذا الموقع تحديدا كانت تنقل له الأسلحة بحسب هذه التفاصيل التي نشرت. وبالتالي وكالة دير الزور على سبيل المثال قالت بأنه موقع للحرس الثوري الإيراني هو الذي طبعا دمر. فرانس بريس كما تلاحظون أو فرانس 24 قالت بأن هنالك مساكن موجودة في هذه المنطقة لكبار القادة الإيرانيين وكبار ضباط حزب الله اللبناني. وأيضا في نفس الوقت الأسوشيتد بريس كما تحدثنا بأنها تحدثت بشكل واضح أن طائرة مسيرة ضربت إحدى المواقع أو المستودعات الخاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران. وعندما تلقي نظرة على الشاحنة التي دمرت سترى بأنها سحقت تماما بطريقة وكأن لم يكن هنالك، يعني لو كانت هي عبارة عن نقطة أو عبارة عن شاحنة تحمل المواد الغذائية لما تحطمت بهذا الشكل بحسب العديد من الخبراء الذين نظروا إليها. لو كان لغما أرضيا انفجر في مبنى مقابل مثلا أو قريبا من الشاحنة لما تهشمت بهذا الشكل. السؤال هنا، أين هي هذه النقطة لو حاولنا أن نحدد هذا الموقع تحديدا من الصور، من المقاطع التي صورت، من الفيديو الذي شاهدناه الآن؟ سنلاحظ بأن الموقع الذي دمر هو هنا طبعا سحق تماما بهذه الضربة، وبالتالي سنلاحظ بأن المبنى الذي بجانبه يوضح أن هذا المبنى والمبنى الذي دمر يوحي بشكل واضح بأنها ذات سقف منخفض نوعا ما، هي منخفضة مقارنة بالمباني التي تأتي إلى جانبها وإلى خلفها، والمباني إلى خلفها هي تأتي ملاصقة تماما، وواضح بأننا أمام مباني أيضا متلاصقة سوية من اليمين ومن الشمال، أي أن صورة أخرى ستوضح لنا بأنها كلها تأتي في خط واحد وليس هنالك فرعا في هذه المنطقة. السقف منخفض كما تحدثنا مقارنة بهذا المبنى على سبيل المثال أو هذا المبنى أو المباني الخلفية مع منارة للجامع تبدو قريبة كما هي واضحة. وأيضا من خلال هذا الطريق الذي نراه إلى اليمين طبعا مقابل تماما هذه المنطقة وتحديدا هذا المبنى، هنالك صورة أخرى جاءت من التصوير وضحت لنا هذا المبنى الذي يبدو سياجه باللون الأزرق وهو مميز
للغاية، سنلاحظ بأنه 1، 2، 3 و4 نوعا ما من الأعمدة طبعا لهذا السياج الذي هو باللون الأزرق المميز طبعا، وواضح بأننا أمام مدخل لهذا المبنى بقطعة زرقاء، وهذا هو المدخل الذي نراه لهذا الموقع، وأيضا واضح بأننا أمام شجرة نوعا ما تغطي على هذا المبنى مع الشبابيك الواضحة لهذا الموقع. هذه نقطة مهمة جدا تأتي مقابل النقطة التي دمرت، وكذلك إلى يمين هذا المبنى نفس المبنى، هذا ونفس المبنى الذي كنا نؤشر عليه الآن، هنالك نقطة أخرى أو مبنى آخر صغير بهذا الشكل هو لتوليد الطاقة الكهربائية كما هو واضح تابع له، وهذه هي الشاحنة التي تأتي في هذا الشارع، وهذا يعني ببساطة أن هذه الشاحنة تأتي مقابل تماما النقطة التي دمرت، مع التفاصيل التي نشرت عن هذا الموقع من قبل جميع هذه الوكالات، قالت بأنها قد تمت وتم الانفجار في حي الحميدية تحديدا في دير الزور. وإذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعية الآن لكي نحدد هذا الموقع، لنتجه الآن إلى دير الزور بسرعة وإلى حي الحميدية الذي يأتي هو بهذا الاتجاه. عندما نقترب من حي الحميدية كان هنالك تفصيلا أيضا آخرا وهو مفيد، بأن هنالك مستشفى أو مستشفى الكوليرا أو المستشفى الإيرانية هي الموجودة في هذه المنطقة، وكانت حولها طبعا مما هو واضح من القمر الصناعي، فإن النقطة الوحيدة التي هي تعتبر مستشفى هي هذه المستشفى التي ترونها، قالوا بأنها جاءت خلف هذه المستشفى. ليس أكيدا هذا المستشفى، طبعا هو مستشفى السلوم، وهو جاءت عنه أحاديث بأن سيطرت عليه الفصائل المسلحة المقربة من إيران بشكل كامل، وبالتالي المنطقة المتضررة يعني تبدو بهذا الاتجاه، وبالتالي يجب أن نبحث عن الجامع وعن المنارة تحديدا التي رأيناها مع طبيعة المباني المتلاصقة والتي تحدثنا عنها، والنقطة الوحيدة المتطابقة من مع الإشارات التي حددناها هي هنا. دعونا نقترب من هذه المنطقة، هنالك جامع مميز بمأذنة مميزة بشكل مميز لهذه المنطقة، هي التي ستوضح لنا إن كنا محقين في علاماتنا، وسنلاحظ بأننا أمام جامع مباني متلاصقة، وهنا فرع وهنا فرع، لا أفرع هنا طبعا أبدا في هذه المنطقة، ويبدو بأننا أمام مبنى فيه مدخل وكأنه منشأة أو مقر أو نقطة للمراجعة وغيرها، ليس واضحا طبعا بالنسبة لنا، ولكن عندما نقترب لنركز على هذا المبنى قليلا فسنلاحظ بأن هذا المبنى متطابق مع المبنى الذي هو يأتي بسياجه الأزرق، واضح بأننا أمام نفس المدخل، القطعة الزرقاء، هذه هي الشجرة التي تحدثنا عنها التي كانت تغطي هذه النقطة طبعا مع الشبابيك، وهذا هو المدخل، والسياج يأتي ب1، 2، 3 و4 نفس السياج طبعا بمساحة واضحة، وأيضا يأتي إلى جانبه مبنى توليد الطاقة الكهربائية. إذا ما اتجهنا قليلا إلى اليمين فهذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه والذي ظهر واضحا بالنسبة لنا، هذا هو، وهذا المبنى قد تطابق معنا طبعا، وهذا هو الفرع، ويوضح بأن الشاحنة كانت واقفة هنا التي انفجرت طبعا، هذا يعني بأننا أصبحنا قريبين للغاية من الموقع، الموقع من المفروض الآن ومن المفترض أن يكون مقابل هذا الفرع الذي تحدثنا عنه، وبالتالي بما أننا أمام نفس المئذنة الواضحة بالنسبة لنا وهذا الموقع الكبير، هنا تطابقت الأمور وتطابقت الأمور، إذن المبنى الوحيد المنخفض هو هذا المبنى الذي ترونه، هذا المبنى الذي هو يعتبر نقطتين، مبنى مرتفع هنا مبنى مرتفع هنا، وبالتالي النقطة التي فجرت والتي سحقت تماما والتي استهدفت كما هو واضح من التفاصيل التي نشرت هي هذا الموقع الذي كانت تخزن فيه الأسلحة والشاحنة كانت مقابله أو مقابل هذا المبنى تماما، وبالتالي كل شيء متطابق، وهذا يوضح أننا فعلا أمام نفس الموقع الذي ضرب وأنه بين السكان وبين المدنيين. طبعا كانت هنالك تفاصيل مثيرة نشرت عن هذه الحادثة قبل على ما يبدو ساعات من الانفجار الذي حدث، قد تكون حتى قبل دقائق، نشرتها إحدى المواقع أو إحدى الصفحات التي هي طبعا موثقة كما ترون، ودائما ما تنشر عددا من التفاصيل الاستخبارية الخطيرة، وهو مزاحم السلوم نشر بشكل حصري إكسكلوسيف من مصدرين أمنيين عددا من التفاصيل، وأعطوه أساسا مقطعا مصورا أخذ منه بعض الصور والمقتطفات، لم ينشر الفيديو لأنه وجد بأن هنالك خطرا على صاحب المقطع، لأن صاحب المقطع كان يراقب هذه الشحنة، ويبدو بأنه أحد الأطراف الذين كان خلف هذه العملية. الحديث والصورة التي نشرها طبعا من المقطع هي عن هذه الشاحنة المدمرة التي تحدثنا عنها، هو أظهرها بهذا الشكل، لاحظ هذه الشاحنة كما هو نشر من الفيديو والسكرين شوتس التي أخذها طبعا لهذا المقطع، توضح الشاحنة قبل الانفجار
وتوضح هذا الجدار الذي ترونه باللون الأزرق نفسه الذي لاحظناه هنا. لاحظ كل شيء متطابق تماما، وبالتالي هذه الشاحنة هي نفسها، هذه الشاحنة كانت تراقب، وهذه صورة أخرى لها من المقطع المصور بأنها كانت تراقب وبعد ذلك تعرضت لعملية الاستهداف. كذلك هو نشر تفاصيلا أخرى مهمة بأن بعد عملية الانفجار كان هنالك اجتماعا للفصائل المسلحة المقربة من إيران وعناصر الحرس الثوري الإيراني بأننا قد استهدفنا، كيف سنرد؟ وبالتالي هم اتخذوا قرارا بعملية تحريك الصواريخ الخاصة بهم في محافظة دير الزور، وكذلك الطائرات المسيرة أيضا الخاصة بهم أيضا في مدينة الميادين، وبدأوا يخططون بشكل واضح على الرد على ما جرى في دير الزور والرد القادم بحسب هذه التفاصيل طبعا الخطيرة بأن الرد قادم على قاعدة حقل العمر النفطي التي تأتي مقابل الميادين، وكذلك هم طلبوا عملية تقييم أمني لهذه المنطقة الخضراء المتمثلة بقاعدة التنف التي هي تأتي في الداخل السوري في المثلث الحدودي بين العراق وبين المملكة الأردنية الهاشمية وبين طبعا سوريا، وذلك لسبب مهم للغاية. لماذا هم يعيدون تقييمهم في النظر في هذه النقطة على الرغم من أن الطائرة المسيرة التي قامت بعملية الاستهداف لدير الزور هي وهذا الموقع الذي تحدثنا عنه هي غامضة، لم يعترف التحالف الدولي أبدا بهذه الضربة، وبالتالي وعلى هذا الأساس هم يرون ببساطة بما أن التحالف الدولي لم يعترف هي عادة إسرائيل تقف خلف هذا الموضوع، ولذلك هم يريدون أخذ تقييما أمنيا لقاعدة التنف لأنهم هم عادة يتحدثون بأن الطائرات عندما تأتي من إسرائيل هي تأتي بهذا الشكل وتحلق فوق التنف وتستمر بهذا الشكل، وبعدها عندما تصل إلى الحدود العراقية السورية تقوم بعملية الاستهدافات بهذه الطريقة وتضرب النقاط التي تريد ضربها طبعا على الداخل السوري وبعدها تعود أدراجها بهذا الشكل، وبالتالي تنتهي العملية. وهذه الحركة هي تقوم بها بسبب بسيط بأن ليس هنالك دفاعات ممكن أن تتصدى لها قريبة على الحدود وتحقق الضربة الغامضة التي تبحث عنها. هذه هي التقييمات التي تأتي من الفصائل المسلحة المقربة من إيران عندما يتحدثون عن طبيعتها، ولذلك هم يريدون تحميل المسؤولية للقوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف بأنكم سمحتم للطائرات المسيرة أن تحلق بهذا الشكل وأن تصل إلى هذه النقاط ولذلك سنضربكم. هذه دائما هي تحدث، وبالتالي عادة الفصائل المسلحة إن كانت في العراق إن كانت في سوريا هي توجه الضربات طبعا لقاعدة التنف، بالتالي نحن أمام تصعيد ليس بالسهل أبدا في الفترة القادمة. أيضا أن هذا الهجوم وهذه الضربة التي جاءت في دير الزور هي تأتي بعد يوم واحد فقط 24 ساعة فقط من ضربة جاءت على مطار حلب بهذا الشكل من سلاح الجو الإسرائيلي كما جاءت بالصور المحدثة من الأقمار الصناعية من الإيميج سات كما ترون إنترناشنال التي وضحت الضربات التي جاءت هذه جزء من الضربات في 8 مارس كما تلاحظون طبعا، وبالتالي خلال 24 ساعة ضربتين توضح أن إسرائيل تضرب الشحنات تركز على الشحنات، أخرجت طبعا مطار حلب عن الخدمة، عاد مطار حلب بعد ذلك بساعات للعمل، وبالتالي هم لا يريدون أي شحنات لا جوية ولا برية، كلها بدأوا يستهدفونها. هنالك تركيز كبير على إيران وعلى شحناتها للأسلحة الآن في هذه الفترة تحديدا خاصة مع انخراط إيران في الحرب الروسية الأوكرانية. الآن هنالك ليس فقط تركيز على ما تنقله إيران من أسلحة مثلا عبر العراق إلى سوريا إلى لبنان أو حتى عبر طائراتهم إلى مطار دمشق أو إلى مطار حلب، بل إنهم يركزون على الشحنات التي تذهب من إيران إلى روسيا. فهنالك تفاصيل خطيرة نشرت من قبل سكاي نيوز البريطانية، نشرت صورا حصرية مرتبطة بعملية نقل الأسلحة طبعا من إيران بهذا الشكل عبر بحر قزوين إلى روسيا بهذه الطريقة تقريبا على مطيق بهذا الاتجاه إلى أستراخان ومن ثم تدخل إلى روسيا لتستخدم في أوكرانيا، وبالتالي هم نشروا هذه الصور الجوية التي ترونها بهذا الشكل. وضحوا بأن كانت هنالك مراقبة لسفينتين تحمل العلم الروسي، وهذه السفينتين طبعا للناقلات طبعا الموجودة وسفن الشحن هي كانت في 9 يناير من عام 2023 في أمير أباد بورت في ميناء أمير أباد، وبالتالي هذه صورة مقربة لأمير أباد، صورة محدثة للقمر الصناعي توضح أمامك هذه الناقلة وهي موسى جليل إحدى الناقلات التي قامت بالشحن الأسلحة كما تقول سكاي نيوز. هذه موسى جليل وهذه هي بيجي أيضا، وعندما خرجت واللحظات الأولى لخروجها طبعا
من ميناء أمير آباد في 10 يناير. لاحظ أنت أمام 10 يناير هنا، توضحت في 9:41 صباحا وتحركت بالظهر في 1:45 ظهرا، وبعدها وصلت إلى تركمانستان، وفي تركمانستان توضحت بأن موسى جليل صورة جوية واضحة لها طبعا في 12 يناير، وبعدها توقفت هناك بحسب التفاصيل التي نشرتها طبعا سكاي نيوز، ولا يعرفون لماذا توقفت هنا. ممكن أن تكون بسبب تمويه تقوم به هذه السفن قبل وصولها أساسا إلى أستراخان في روسيا بعد ذلك في 27 يناير. لاحظ كم انتظرت وقتا طويلا حتى ذهبت إلى أستراخان، واتضح بأن هذه السفن فعلا قد وصلت بهذا الشكل إلى الداخل الروسي، وبعدها وضحوا بأن هذه شحنات الأسلحة التي أوصلوها إلى روسيا من قبل إيران في 2 فبراير من صورة جوية واضحة بحسب سكاي نيوز، وكانت قد تحدثت بهذا الشكل وقالت إيران زودت روسيا سرا بكميات كبيرة من الرصاص والصواريخ وقذائف الهاون من أجل الحرب في أوكرانيا وتخطط لإرسال المزيد. ولاحظ في 8 مارس هذه المعلومات، أي يوم أمس، معلومات حديثة للغاية، وأيضا أن السلاح الإيراني لا زال يظهر في الحرب الروسية الأوكرانية في الداخل الأوكراني. اليوم فجر هذا اليوم كنا أمام هجوم صاروخي كبير من قبل روسيا، وأيضا 8 طائرات مسيرة من طائرات الشاهد 136 الإيرانية بحسب هذا البيان الذي تراه من وزارة الدفاع الأوكرانية، أكدت بأنهم تمكنوا من 8 طائرات إسقاط 4 طائرات من طائرات الشاهد 136، وقبلها بيوم كنا أمام 2 مسيرتين تمكنوا أيضا من إسقاطها وزارة الدفاع الروسية، أو عفوا بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية أسقطوها الأوكرانيين 2 من شاهد 136 الإيرانية. وفي 6 مارس أيضا كان هنالك هجوما من روسيا ب 15 طائرة مسيرة من طائرات الشاهد 136 الإيرانية، تمكنت أوكرانيا من إسقاط 13 طائرة من هذه الطائرات كما تلاحظون. تالي هنالك تركيز كبير على إيران، ليس فقط بسبب شحن السلاح والانخراط في الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا بسبب تصاعد المسألة النووية الإيرانية بعد اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران في نقطة معينة ارتفعت في تخصيب اليورانيوم إلى نسبة ما يقارب 84%. هنالك تطور جديد في هذه المسألة من اجتماع مجلس المحافظين الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان هنالك بيانا صادرا من E3 من قبل ألمانيا فرنسا وبريطانيا، نشروا هذه الستيتمنت أو هذا البيان الذي ترونه طبعا يوم أمس، وقالوا ببساطة لإيران بأننا لسنا راضين أبدا عن ما تتحدثين به في المسألة النووية تحديدا، نحن لسنا مقتنعين بأن ما تم من ارتفاع تخصيب اليورانيوم بنسبة 84% بأنه حادث عرضي، هذه ليست مقنعة، نريد إجابة حول هذه القضية وإجابة مقنعة تفسرها لنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما بعد، وأيضا نريد منكم بشكل واضح إجابة على جزيئات اليورانيوم التي وجدت في 3 مواقع إيرانية غير مصرح بها، وأيضا نحن لسنا راضين أبدا عن إغلاق الكاميرات التي لم تفتحوها حتى هذه اللحظة تحديدا في إشارة إلى منشأة نطنز، وأيضا بأننا لسنا راضين عما جرى من مسألة أجهزة الطرد المركزية والتغييرات التي قمتم بها في منشأة فوردو، ولم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير كما صدر في 1 فبراير من هذا العام من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي نحن نرى عدم شفافية من قبلك يا إيران إن لم تجيبي على هذه المسائل وهذه التطورات، فستتعرضين إلى محاسبة، ومحاسبة كبيرة وقاسية للغاية، ولكن في نفس الوقت هم أبدوا سعادتهم أو تفاؤلهم من مسألة التقارب والتواصل الذي جاء بين إيران وبين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وبالتالي على هذا الأساس هم يريدون إجابة سريعة، وقد يعقد اجتماعا قبل يونيو القادم. يونيو القادم من المفترض أن يكون هنالك اجتماعا لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليروا ما الذي سيفعلونه مع إيران مع عدم وجود أي إجابات، ولكن من الممكن أن يكون الاجتماع أقرب من ذلك لأن الأمور أصبحت خطيرة جدا طبعا على إيران، وخاصة أنه لم يكن هنالك أي توبيخ وجه من مجلس المحافظين في هذا الاجتماع، ومن خلال هذا البيان الذي تحدثنا عنه لم يرسل ولم يوجه أي توبيخ لإيران بكل ما تفعله، وهذا ما وجده عدد من الأطراف الدبلوماسية بتصريحات، ومسؤولين دبلوماسيين للشرق الأوسط قالوا بأن هذه علامة خطر أن لا يكون هنالك توبيخا بهذا الشكل، وقالوا الآتي هؤلاء الدبلوماسيين الغربيين:
المجلس سينتظر ويقيم ما يقدم الإيرانيون لجروسي في الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ خطوات إضافية. ووصف أحد الدبلوماسيين الغربيين عدم طرح مشروع قرار يدين إيران هذه المرة بأنه هدوء ما قبل العاصفة، لأن الاجتماعات السابقة والاجتماعين السابقين كان هنالك توبيخا، هذه المرة ليس هنالك توبيخ، ولذلك هم يرون أن هدوء وأن هنالك هدوء ما قبل العاصفة. واليوم وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد إنهاء زياراته في الشرق الأوسط للمملكة الأردنية الهاشمية للعراق إلى جمهورية مصر العربية، وصل إلى إسرائيل والتقى بوزير الدفاع الإسرائيلي والتقى ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: لدينا أجندة مشتركة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ومنع العدوان الإيراني. قال هذا الأمر وهو يقف بجانب وزير الدفاع الأمريكي كما ترون، ووزير الدفاع الأمريكي وافقه تماما هذه المسألة، بل إن هنالك مصدرا خاصا تحدث لموقع أكسيوس الأمريكي وضح بأن الخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول المسألة الإيرانية نوعا ما قد قلت وأصبح هنالك تقاربا بين الطرفين. وقال هذا المصدر الآتي يوم أمس أن محادثات الولايات المتحدة وإسرائيل عن إيران هذا الأسبوع كانت إيجابية، وأظهرت أن الطرفين ينظران إلى القضية من وجهة نظر أقرب بكثير. وهذا يفسر تماما لماذا قال هؤلاء الدبلوماسيين للشرق الأوسط بأنه الهدوء قبل العاصفة، لأننا ممكن أن نكون أمام لحظات عصيبة للغاية فيما هو مرتبط بهذه القضية التي نتحدث عنها، وتحديدا المفاعلات النووية وتجديد الضربات على الشحنات الإيرانية إلى المنطقة، أو حتى مما ممكن أن يكون قادمة تجاه الشحنات الذاهبة إلى روسيا.